اللهم ارزقنا الخير وارزق هذا الوطن الخير وبارك له فيه. اللهم بصرني بالحق وأعني عليه. اللهم اجعلني سببا في أن تنهض مصر وأهلها. أول رئيس منتخب في تاريخ مصر والمدني الأول والأخير الذي يسكن قصر الاتحادية خرج من ريف الشرقية ليشق طريق العلم ويخوض غمار السياسة. حصل على الدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة وعمل أستاذا للهندسة بجامعة القاهرة وقام بالتدريس بجامعات كاليفورنيا وجنوب كاليفورنيا وكاليفورنيا نورثريدج ثم عمل لصالح ناسا. انتخب عضوا بالبرلمان لدورتين وترأس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وكان صاحب استجواب قطار الصعيد الشهير. تعاقب عليه جهة الإدارة العليا متمثلة في إدارة الدكة الحديد وفي الوزير المختص وفي رئيس مجلس الوزراء. شارك في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير واعتقل عام 2006 في وقفة للدفاع عن استقلال القضاء ثم اعتقل ليلة جمعة الغضب مع عدد من قيادات الإخوان. رفض الفرار من السجن عندما تم اقتحامه بعد انسحاب الشرطة. نحن لم نفر. إذا كان هناك في مصر مسؤول نريد أن يتصل بنا نحن موجودون. أنا موجود لا نفر أبدا. نحن بخير ولا نفر. ترأس حزب الحرية والعدالة منذ إنشائه ليفوز بالأكثرية البرلمانية في أول انتخابات برلمانية نزيهة. حسم معركة الرئاسة وعد فوزه انتصارا لثورة يناير في مواجهة رموز الثورة المضادة. ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العيار. أقال قيادات المجلس العسكري إثر هجوم راح ضحيته مجندون بسيناء وألغى الإعلان الدستوري المكمل لينهي سيطرة العسكريين على المؤسسات المنتخبة. حالة السيد المشير محمد حسين طنطاوي سليمان القائد العام للقوات المسلحة للتقاعد اعتبارا من اليوم. أصدر إعلانا دستوريا لمواجهة تغول المحكمة الدستورية ليخرج الدستور أخيرا إلى النور بعد عراقيل سياسية وقانونية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه وارض اللهم عن ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. كانت له مواقف واضحة من مختلف القضايا الخارجية فدافع عن النبي محمد على منصة الأمم المتحدة بعد حملة إساءة لشخصه الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحبه ونتبعه والذي نحترم من يحترمه ونعادي من يمسه بسوء من قول أو عمل. ووقف ضد العدوان الإسرائيلي على غزة. لن نترك غزة وحدها. لن نترك غزة وحدها. وأكد على حقوق مصر في النيل. إن نقصت مياهه قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل. ونادى بإيقاف المذابح بحق الشعب السوري. إن نزيف الدم السوري في رقابنا جميعا. وفي عهده حققت مصر فائضا في الميزان التجاري لأول مرة في تاريخها وارتفع إنتاج القمح 30% في سعيه لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال 4 سنوات. لازم ننتج غذائنا، لازم ننتج دواءنا، لازم ننتج سلاحنا. ألغى حبس الصحفيين احتياطيا ليتم الإفراج عن صحفي أساء إليه، غير أن الإعلام المصري فهم الرسالة بشكل معاكس فانطلقت آلته تنهش في كرامته وتحط من قدره وتحرض ضد أنصاره حتى وصل الأمر لاستضافة متمردين مسلحين على الشاشة. وكللت الحملة الشعواء بانقلاب عسكري دموي راح ضحيته المئات وسجن الآلاف وكان هو من بينهم. ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها كاملة والحفاظ على الشرعية ثمن الحفاظ عليها حياتي أنا. عُتقل وأخفي قسريا لأربعة أشهر ثم عرض على محاكمات سورية يحاكم فيها من وراء حجاب أمام قاض لا يسمع صوته. لبث في سجنه 300 أسبوع وازداد 10
قضاها في زنزانة انفرادية محروما من الزيارة ومن العلاج، وحيدا في ظلمة السجن تداهمه غيبوبة السكر وتحاصره أمراض الشيخوخة، يستغيث فلا يغاث وينادي فلا يسمع. وكأن سجنوه استعجلوا أجله ولاموا أمراضه على تقاعسها في إزهاق روحه، فتآمروا لقتله وتلاعبوا بأدويته. العام الذي قدم لي يوم 21 كإقامة، هذا العام كان يجب أن يؤدي إلى الكريم معه. حصلنا على معلومة من مصدر خاص تفيد بأنه تم منع أدوية الضغط والسكر عن الدكتور محمد مرسي في الفترة الأخيرة قبل وفاته. سقط مغشيا عليه أثناء محاكمته، وترك لنصف ساعة دون إسعاف حتى فاضت روحه، واستسلم جسده أخيرا ليدفن وحيدا تحت حصار أمني تحفه صلوات الغائب من كل أنحاء العالم. أنا عايز أحافظ على البنات، هيبقوا أمهات المستقبل اللي بيعلموا أولادهم إن آبائهم وأجدادهم كانوا رجال لا يقبلون الطين ولا ينزلون أبدا على رأي الفسدة ولا يعطون الدنية أبدا من وطنهم أو شرعيتهم أو دينهم.